المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما الهمش نالج. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، تكون الأمور ديالكم زينة. وفي تماما جميع السيدات عن جميع الحبيبات المتتبعات الغزالات الوفيات على القناة ديالي، أكيد اللي هي دائما دائما الهمش نال. وصفة اليوم إن شاء الله غادي تكون وصفة بخصوص التخسيس، إن شاء الله بطن مسطح في أسبوع، كوب واحد قبل النوم. ان شاء الله غادي يحرق الدهون البطن والكرش بجنون بدون ريجيم او تمارين. بالنسبه لهذه الوصفه هي للشرب وليست يعني وصفه اللي كتكون عباره عن علاج موضعي او للاستخدام الخارجي، وانما وصفه اليوم هي هو محلول او مشروب اللي غادي نشربوه ان شاء الله باش نتخلصوا من السمنه او من الوزن الزائد اللي كيكون في البطن او لا في الجسم ديالنا بصفه عامه. فنتمنى تنال الاعجاب ديالكم هذه الوصفه، نتمنى تستافدوا منها يا ربي سواء بالقليل ولا بالكثير، المهم وتخرجوا بالاستفادة. ونبغي نرحب بكم، يعني نبغي نرحب بالبنات بالسيدات، مرحبا بالكل، مرحبا بالجميع، سواء السيدات المشتركات القدام او لا لاول مرة كيكتشفوا هذه القناة. فإذا كنت اول مرة مرحبا بكم، ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك الموجود اسفل الفيديو، ايضا تفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد، تخليوا الاراء ديالكم، تعليقاتكم، اقتراحاتكم، استفساراتكم، الاسئلة ديالكم اللي دائما كتهمنا وكتهم القناة بصفة عامة. وايضا البنات تخليوا وصفاتكم الطبيعيه. بحكم فيديو اليوم كيهضر على التخسيس، تخلص من الوزن الزائد، تخلص من السمنه، فمرحبا باي وصفه عندكم يعني ديجا مجربينها عندكم عليها يعني نتائج مزيانه مجربه ومضمونه وعندكم عليها يعني فعاليه، فمرحبا باي وصفه. ما عليكم اللي تخليوها لينا في التعليقات بكل التفاصيل ديالها يعني اون ديتاي باش حتى انا نفهم الوصفه مزيان، نجربها واكيد الا عجبتني راني غادي نجي نشاركها معكم هنا في القناه باش هكذا تعاون الفائده للجميع، ويستافدوا بزاف السيدات ويستافدوا بزاف البنات من هاد لاغوسيت هادي. فهادشي اللي كاين البنات، ما نطولش عليكم كثر ونمشيو باش نتعرفوا مع بعضنا البعض على مكونات الوصفه، كيفاش غنستخدموها، الطريقه ديال التحضير وكل هاد المسائل هادو. فبسم الله على بركة الله، أول مكون غادي نحتاجو له هو حبوب الشاي، يعني غنحتاجو كمية من حبوب الشاي بهذا الشكل. بالنسبة لحبوب الشاي أي نوعية متوفرة عندكم، لأنه بزاف السيدات كيسولوني على النوعية اللي كنستخدم، النوعية اللي عملت في هاد الوصفة، فأي نوعية ديال حبوب الشاي غير هما يكونوا مزيانين فغادي تستخدموهم. الكمية كتبقى على حسب الحاجة وعلى حسب الرغبة ديال كل سيدة، فممكن تاخدوا جوج المعالق، ثلاثة، أربعة، يعني على حسب المشروب شكون غادي يشربوا معكم أولا المحلول، يعني شحال نتوما اللي غادي تشربوه. فإلا كنتو يعني عائلة أولا ناس كثارين فأكيد خصكم كمية كثير. بالنسبه لثاني مكون غادي نحتاجو له فهاد لاغوسيت اللي هو البابونج. بالنسبه للبابونج غتلقاوه متوفر عند العطار ولا عند العشاب، رائع جدا بخصوص التخلص من الوزن الزائد، دائما كنستخدمو ليكم والحمد لله دائما السيدات كيلقاو عليه نتائج مزيانه، فغادي نحتاجو البابونج. بالنسبه لثالث مكون غادي نحتاجو له فهاد الوصفه غنحتاجو الزنجبيل اولا سكينجبير بودرة. الناس اللي غتقول لي واش ممكن استخدام سكينجبير طازج اولا طري، فاكيد ممكن، هذا كيكون افضل ونتائج ديالو كتكون سريعه وفوريه، ودائما هاد القضيه كنذكرها في فيديوهاتي. فغتاخذوا سكينجبير اولا الزنجبيل اللي كيكون طازج وتغسلوه وتنشفوه ومن بعد تحكوه يعني تبشروه واستخدموه في هذه الوصفه، وانما انا شخصيا غنستخدم يعني غير هذا السكينجبير اللي كيكون هكذا بودره. وغادي نحتاجو ايضا لواحد 400 مليلتر تاع الماء العادي ماشي الماء المعدني، لانه السيدات ايضا كيتسالوا في التعليقات على واش ماء معدني او ماء عادي من الروبيني او من الصنبور، فاكيد هو ماء عادي يعني ماشي ماء معدني نهائيا. فهادو هما كل المكونات يعني وصفه اليوم، حاولت انني نركز لكم فيها على مكونات بسيطه يعني كل سيده تستخدمها في البيت او في المنزل ديالها. داكشي علاش البنات ما تنساوناش بالبيك لايك وتبارطاجيو هذا الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي ديالكم نتوما يعني الشخصيه ديالكم، وايضا تبارطاجيو هذا الفيديو في الجروب فيسبوك باش هكذا تعم بفائده للجميع. دابا غندوزو لطريقه تحضير الوصفه. غناخذ واحد الكاسرول بهذا الشكل، غادي نوضعوا فيها كميه ديال البابونج، كميه دائما على حسب الحاجه، ايضا حبوب الشاي، الا عندكم حتى شرائح ديال الحامض فممكن تضيفوهم في هذه الوصفه هذه، يعني تاخذوا حامضه وتقطعوها شرائح ومن بعد تستخدموها في هذه الوصفه، حتى الحامض رائع يا البنات.
فاستخدم 3 ديال المعالق ديال سكينجبير اولا ديال الزنجبيل، سواء كما قلت لكم بودره او تاخذوا قطعه من سكينجبير وتبشروها وتستخدموها في هذه الوصفه هذه. من بعد غادي تضيفوا 400 مليلتر ديال الماء العادي، غادي ناخذوا ملعقه باش هكذا نحركوا كل العناصر مع بعضهم البعض. ومن بعد الكسروت ديالنا كتصبح جاهزه، فغناخذوا هذا الكسرول غادي نوضعوها فوق نار مهيله لمده ديال 15 دقيقه او 10 ديال الدقائق حتى كنحسوا بالغليان ديال الوصفه، وايضا اللون ديال الوصفه تبدل وكل المكونات تلقوا المفعول ديالهم. بعد كنطفيو النار كنخليوها تبرد وكندوزو لتصفيه الوصفه. فهذا الشيء اللي غنعمل معكم الان، ومن بعد نرجع لكم باش نشرح لكم الطريقه اكثر باذن الله. وبعد ما كنرفع الكاسرول ديالي من فوق النار فكتصبح بهذا الشكل هذا، فهي كتكون يعني حاميه اكيد وسخونه، فكتخليوها تبرد شويه يعني واحد 5 دقائق، ومن بعد كتاخذوا صفايه وكتصفيو الوصفه ديالكم اكيد في اناء زجاجي. هذه حاجه باينه، فانا غادي ناخذ هذا الاناء وغادي نصفي فيه هذا المشروب الرائع والسحري للتخلص من الوزن الزائد بدون رجيم او تمارين. فبسم الله على بركة الله. فغنكتفي انا بهذه الكمية، فكما قلت لكم اكتفيت غير بهذه الكميه هذه، يعني كميه اللي هي قليله ما خديتش كميه كثيره. فهذا هو المشروب البنات الرائع والسحري بخصوص التخلص من الوزن الزائد، يعني مشروب اولا محلول اللي ان شاء الله غادي تاخذوه كل يوم لمده اسبوع بالكامل، يعني 7 ايام على التوالي ولا 7 ديال الايام متتاليه، اي يوم ورا يوم ورا يوم. فإلا داومتوا عليه يوم ورا يوم غتكون نتائج في اسبوع. إلا داومتوا عليه مثلا يوم في الاسبوع او 3 ايام في الاسبوع فكونوا متاكدين ان الوصفه ما غتعطي حتى شي نتيجه، لانه بزاف السيدات كيسولوني في التعليق حنا راه داومنا عليه مره ولكن ماشي 7 ايام. فاكيد البنات راه مره ما كافياش، دائما اي وصفه نحاولوا ناخذ الشروط ديالها ونتقيدوا بهم باش هكذا تنجح. الا ما تقيدناش بهم ما غاديش تنجح نهائيا. فبالنسبه لهذه الوصفه من الاسبوع الاول كتبداو تلاحظوا الفرق قبل وبعد، يعني كتبداو تلاحظوا النتيجه، ولكن اكيد الا بغيتوا تداوموا عليها غيكون افضل، يعني ممكن تداوموا عليها اكثر من اسبوع، يعني تداوموا عليها جوج الاسابيع او 3 او شهر او شهرين حتى كتحصلوا بالنتيجه، يعني حتى كتحسوا بها اللي بغيتو النتيجه اكيد المطلوبه على حسب كل سيده والرغبه ديالها. عاد كتحبسوا الوصفه نهائيا، ما بقيتوش كتشربوها باش هكذا ما تنقص لكمش الوزن اكثر من اللزوم، يعني تنقصوا في الحد القد كما تنقولوا حنا. فبالنسبه للطريقه ديال شرب هذا المشروب هذا ولا هذا المحلول هذا، فكناخذوا اناء بهذا الشكل، سواء كنملؤوه او لا كنخليوه غير في النصف او لا ما كنملؤوش، يعني ما كيكونش كاس مملوء عامر بزاف. فبالنسبه لهذا المشروب هذا كتاخذوه كوب واحد قبل النوم، يعني كوب واحد قبل ما تنعسوا كتاخذوه، سواء نصف كوب او كوب. بالنسبه للكميه دائما كتبقى صراحه اختياريه. بالنسبه لهذه الوصفه فالبنه ديالها متوسطه، يعني ماشي مستحبه وماشي غير مستحبه، يعني واخا ضيفوا لها شرائح الحامض فغادي تبقى يعني متوسطه في البنه ديالها، يعني اكيد ممكن تشربوها. الناس اللي غادي يقولوا لي البنه ديالها مثلا ما بغاوهاش او ما عجباتهمش، فممكن التحليه بالعسل ولكن بملعقه واحده فقط. نطبق معكم واحد الملعقه ديال العسل، بهذا الشكل هذا، يعني ملعقه واحده فقط. الا درتو جوج المعالق او 3 فالمشروب يعني غادي تولي فيه نسبه دي كبيره ديال السكر، وبالتالي ما غاديش يبقى يعني محافظ على الفعاليه ديالو باش هكذا ينقص لينا الوزن. فهذه نقطه حتى هي مهمه، ففقط يعني ملعقه واحده من العسل
ملعقه ما تكونش عامره بزاف وتوضعوها في الكوب ديالكم، ومع التكرار مع الاستمرار غتحاولوا تعوضوا عليه يعني بدون عسل. فهذه هي الوصفه، وممنوع منع عن كل البنات انكم تحليوه بسكر سنيده، لانه بزاف السيدات غيقولوا لي حنا مثلا ما متوفرش عندنا العسل، شنو البديل ديالو؟ فالبديل ديالو حتى شي حاجه صراحه، لانه يعني سكر سنيده كيزيد لينا الوزن عوض ما ينقصه. مازال العسل نقدروا نكتفيو بملعقه او نصف ملعقه، اما السكر سنيده فما كنصحش به نهائيا. فهاد الوصفه ديال البنات بدون رجيم بدون تمارين في مده اسبوع، الا داومتوا على الوصفه، الا بقيتوا كتشربوا الوصفه يوم ورا يوم ومستمرين عليها وكتكرروها كونوا متاكدين في اسبوع غتبان النتيجه. بالنسبه لهذا المشروب هذا غتاخذوه قبل النوم كل ليله قبل النوم لمده ديال اسبوع. الناس اللي غتسولني ايضا تساؤل اخر اللي هو واش ممكن الاحتفاظ بهذا المشروب او لهذا المحلول في الثلاجه؟ فاكيد ممكن الاحتفاظ به لمده اسبوعين فقط. الناس اللي باغيين يكرروها اكثر من اسبوع فما ننصحكمش تحتفظوا به اكثر من اسبوع، لانه الفعاليه ديالو المفعول ديالو ما كيبقاش حاضر وبقوه، يعني كيولي مشروب عادي الا فات اسبوع، يعني كيولي بحال شربنا مشروب عادي، يعني ما غاديش يعطي نتيجه نهائيا، غادي يفقد كل الفعاليه ديالو وكل الخصائص ديالو بخصوص التخلص من الوزن الزائد. فنتمنى انني جاوبتكم على كل الاسئله تقريبا اللي تقدروا تسولوهم ليا في التعليقات ولا في لي كومونتير. اي تساؤل اخر البنات فاكيد على راسي وعينيا خليه ليا وان شاء الله نجاوبكم. ونتمنى كما سبق لي وذكرت انني لبيت لكم كل الاجوبه ديالكم كل الطلبيات ديالكم. ما تنسوناش بالبيك لايك، ما تنساوش انه هذا الفيديو يبارطاجا باش هكذا بزاف البنات يستافدوا منه، بزاف البنات يشوفوه ويتفرجوا فيه وهكذا يعملوا ان شاء الله هذه الوصفه ونقص لهم الوزن، يعني خصوصا السيدات اللي عندهم الكرش اللي خارجه. وهذا الشيء اللي كاين، ما تنسوناش انكم تشاركوا في القناه، ضغطوا على زر الجرس، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. بدوني نشكركم انا شخصيا على حسن تتبعكم لهذا الفيديو، موعدي معكم جدد ان شاء الله في الفيديو القادم باذن الله.